السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناة طبخ وحلويات فاطمة. اليوم ان شاء الله بربي جبت لكم وصفة تاع لمونة. كنت سبق وحطيت لكم وصفة قبل في القناة، لكن هذه الوصفة مختلفة شوية. نروحوا الان نشوفوا المقادير بلا ما نطول عليكم. عندنا نصف كاس تاع الزيت، عندنا 3 ارباع كاس تاع السكر عادي، عندنا قرصة تاع ملح، عندنا زوج مغارف كبار يكونوا معمرين تاع خميرة الخبز. هنا على حساب الجو، يعني راه الجو بارد نديرو نكثروا الخميره. عندنا ملعقه اكل تاع فانيليا، عندنا علبه تاع خميره كيميائيه وزن 10 غرام، عندنا مبشور ليمون، عندنا زوج حبات تاع بيض، وعندنا الفارينه هنايا، وعندنا زوج كيسان تاع حليب دافي، كاس تاع 240 مللتر، يعني كيما هذا اللي وزنت به عبرت به السكر درت زوج حليب. نروحو نبداو مباشره في طريقه التحضير. ندير الفانيليا، الحليب هنا لازم يكون بارد، ندير السكر، ندير خميرة الكيميائية عفوا فورية، نخلط هذه المقادير. نحاول اننا نذوبوا السكر، نضيف قرصة تاع الملح، يعني هاد لامونات تجي بريوشي، يعني فيها من بعد غادي نضيف لها كميه تاع مارغرين باه تجينا خفيفه. نضيف زوج حبات تاع بيض، نخلط هاد المقادير. هنا بعد ما نخلط هذوك المقادير ندي نضيف مبشور الليمون، ولا مبشور الليمون والبرتقال، بهذه الطريقة. نخلط هذه المقادير مليح بعد ما ضفت مبشور تاع ليمونة كاملة. الان نبدا نضيف الزيت بالتدريج، نخلط. نضيف هنا بعد ما خلطنا المقادير مليح، نبدا الان نضيف الفارينه. يعني غادي تدي لنا الفرينه على حسب حجم حبه البيض حوالي 900 غرام. ندير الخميره الكيميائيه، نخلط هذه المقادير. بهذه الطريقه كما قلت لكم دائما ندير هذه العمليه تاع نحاول انني ندربها بيدي. نضيف الفرينه والعجينه ما نيبسوهاش، العجينه دائما نخليها طريه باه ما تجيني لامونه تاعي خفيفه، ما تجينيش يعني ثقيله. نبدا ندخل في ديك الفرينه هكا في العجين تاعي. هنا كيما رانا نشوفوا لميت العجينه تاعي، لكن خليتها تتلاصق ما نيبسوهاش، نغطيها ونخليها تخمر. بعد ما تخمر غادي نعاود نجيبها، يعني نديروها تخمر في مكان دافي بهذيك الخمارة تاعنا تتفاعل، ونجو نضيفوا لها المارغرين ونعاودو نخلوها تخمر. يعني غادي تدي لكم الوقت حوالي تخمر حوالي ربع خطرات باه تجينا خفيفة. انا غادي نخليها تخمر ومن بعد نعاودو نتلاقاو. كيما رانا نشوفو العجين تاعي بعد ما تخمر، يعني نحاولوا اننا نديرو في مكان دافي لانه راه الحال بارد بزاف، نقلبها على سطح العمل. شوفوا يعني راهي تتلصق كما قلت لكم، ما نكثروش الفرينه. شا غادي ندير؟ ندي المارغرين ونضيف حوالي 100 غرام تاع مارغرين. علاه؟
باه تجينا خفيفه المارغرين تاعنا بهذه الطريقه. ونبدا هذيك المارغرين ندخل هذيك المارغرين في العجينه تاعي بهذه الطريقه، نحاول انني نخدمها برفق لانه راهي تتلصق. وهنايا من الافضل الاخوات اللي يكون عندهم البيتران دير الاخر تاعها وتخليها تنعجن، يعني حتى تندمج العناصر مليح. هنا طريقة تاع التخمير غادي نعطيها لكم، يعني هي سهلة وتساعدك في الوقت. شنو ندير؟ نشعل الفرن تاعي على 60 درجة ولا تكون نار قليلة، مهم هنا كل اخت تعرف الفرن تاعها النار تكون قليلة. بعد ما تكون النار قليلة شنو ندير؟ نخلي الكوشة تاعي تحمى مدة 10 دقائق فقط ونطفي. غادي تكون تولي الكوشة تاعك دافية، دخلي العجينة تاعك تما في الفرن وتبلعي عليها. طبيعة الحال الفرن يكون طفيناه، علاه غادي ما غاديش تدي لك الوقت، يا ربي واحد 10 دقائق لا اكثر تصيبي العجين تاعك ختامر تجبديه وتبداي تخدمي فيه، لانه كما قلت لكم هذه فيها ربع مرات تاع نخمرها. شوفوا كي تبداو ديروا لها في المارغرين كي تولي، عفوا كي تولي خفيفه العجينه بهذا الطريق. الان غادي نلمها نديرها في الاناء تاعها، نعاود نردها ونعاود نخمرها للمره الثانيه، بعد نعاود نخرجها نهود لها هذاك التخمير تاعها ونعاود ندخلها. صافي نديرو ربع مرات هذه العمليه. على قلت لكم يعني تكوني مقلقه تستعملي هذه الطريقه. نعاود نردها في الاناء تاعها كما رانا نشوفوا، نحطها وندخلها، عفوا ندخلها تخمر، يعني غادي نديرها في الفرن تخمر ونعاودو نتلاقاو بعد ما نخمرها ربع مرات، نعاودو نتلاقاو باه نشوفو طريقة التشكيل. هنا كيما رانا نشوفو ندي نوزن بعد ما خليتها خمرت شعل من مرة، كل مرة تخمر نعاود نخرج لها هذاك الهواء ونعاود نخليها تخمر مدة، انا هنا درت لها خمس خطرات. ندي كمية تاع عجين نوزنها ندير فيها 60 غرام، نديرو حساب غادي الخميرة غادي تخمر باه تجينا الحبة في العبر. نديرو 60 غرام، والأخوات اللي يبغوها كبيرة يبغو الحبة كبيرة يديرو، تبغي الحبة تجيك كبيرة ديري حتى 70 غرام في العجين بهذه الطريقة. ونبدأ نديرلها هاد العملية بهذه الطريقة تان تحصلوا على هاد الثقب من تحت، نبسطها شويه ونحطها في الصيني متباعده على بعضها البعض، ما نحطهمش متلاصقين. وهنا الاشكال نبغوا نديروا لها اشكال وحده اخرى نديروا، يعني ماشي يعني احنا نعرفوا لامونه بهذا الشكل، لكن ممكن نديروا لها شكل واحد اخر. نحاول نخدمها مليح ونبدا ندير لها في هذه العمليه، نديروها لكاع المخبوزات باه تجينا خفيفه ومهويه. نتحصلوا على هذا الاخر نبسطها شويه ونحطها في صينيه تكون مدهونه بالزيت ولا مدهونه بالمارغرين. غادي نخليها تخمر وندهنها بالبيض وندخلها طيب على فرن يكون متوسط تدي اللون الذهبي ونخرجها ونوريها لكم جاهزه ان شاء الله في صحن التقديم. هنا كما رانا نشوفوا لامونه تاعنا راهي جاهزه بعد ما خمرت، دهنتها بالبيض ورشيت عليها السكر ولا رشوا عليها الجدلان. هنا درت عمليه زائد بالعلامه، عفوا علامه زائد بالمقص، وندخلوها الطيب. الفرن يكون ساخن، وطريقه التخمير اللي قلت لكم عليها درتها انا باه تعطيني هذا الحجم. هذا هو الشكل تاعها، شوفوا كيفاش جات ما شاء الله، تجي خفيفه بالبزاف وريحتها ولا اروع. نتمنى ان شاء الله بربي تجربوها وتنجحوا فيها. لعجبكم الفيديو ما عليكم غير ديروا لي جيم، تشتركوا في القناه باه يصلكم كل ما هو جديد. ما تنساوش تدعموا القناه لانها راهي في كيما نقولوا احنا راهي
يعني ما هيش متفائلة، ونتمنى ان شاء الله بربي تدعموني، والى الملتقى ان شاء الله.